لا داعي للسؤال عن مصير أوائل الطلاب الذين تخرجوا في العام 2015 ورافقتهم الأمنيات حين غادروا للدراسة في دولة المغرب، وها هم الآن يجلسون عند أبواب سفارة بلادهم مطالبين بالحقوق التي لم تصل منذ 6 أشهر، ولم يعثروا خلالها إلا على الوعود التي تنافي بعضها. نحن أوائل الجمهورية من نمثل الجمهورية اليمنية معتصمين في السفارة، لا نجد ما نعطيه للإيجارات، لا نجد ما نعطيه لغذائنا، وضعنا المعيشي سيء. نحن الآن معتصمين في السفارة من 3 أيام ولم يبدي أي تجاوب من قبل الجهات المعنية. 4 أيام ولم يصل صوتهم إلى الجهات المعنية ولم يهتم لأجلهم أحد، ومع الأهمية التي يمثلها هؤلاء الطلاب لبلادهم وللحركة التعليمية فيه، إلا أن التعامل مع مطالبهم لا يتم بصورة جيدة. بداية السنة إلى الآن 7 أشهر ولم نستلم أي مستحقات مالية رغم المطالبات المستمرة، رغم أن الطلاب التبادل الثقافي يأتون ببروتوكولات معينة بين الدول ولهم الأولوية في المستحقات، ويظلون يقفون متعثرين أمام أساسيات الحياة التي تسلبهم اهتمامهم وتركيزهم العلمي، وهو حال لا يقتصر على المبتعثين للدراسة بالمغرب بل يشمل معظم الدارسين في الخارج. فقبل أسابيع كان الدارسين في ماليزيا يقفون عند بوابات سفارة بلادهم في كوالالمبور، وقفات لا يبدو أنها ستنتهي قريبا في ظل تراجع الاهتمام بالتعليم إلى مستويات غير مسبوقة، وفي ظل عدم النظر إلى أحوال من ينتظر منهم تغيير مستقبل الجامعات وملتحقيها.